بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تناولنا في الفيديوهات السابقة مستويات الطاقة في صندوق الطاقة. قلنا عن الصندوق الطاقة أو البئر، أن البئر الطاقة، تحدثنا عن بئر الطاقة، تحدثنا عنها. الآن هذه بئر الطاقة هي عبارة عن مستويات طاقة. إذا أردنا أن نحكيها في علم أشباه الموصلات وأساليب عمل أو صناعة الدارات المتكاملة، عبارة عن مستويات طاقة. بما أن الإلكترون يحمل مستوى طاقة أيضا، فمن المهم أيضا الانتباه إلى الإلكترونات التي تعمل على تغيير شكل مستويات الطاقة داخل البلورات الخاصة بأشباه الموصلات أو بلورات الحالة الصلبة على العموم. هذا ما أود أن أتحدث عنه. أنا تحدثت عنه بشكل أيضا مستفيض في مقرر الدارات المتكاملة الموجود عندي على القناة، وأيضا تحدثت عنه في مقرر ميكانيكا الكم الموجود عندي بالمثل في القناة أيضا. طبعا تحدثنا بأن مثلا أن حالة الطاقة الأولى، ثانية، هذا الشكل إلى ما لا نهاية. عند هبوط الإلكترون إلى هنا، هذه المنطقة تسمى المنطقة الأولى Region 1، فلا وجود له Potential Barrier، لا وجود له حدود طاقة داخلها كما هو واضح، يساوي الصفر. الطاقة كلها هنا هي عبارة عن طاقة حركية، إلكترون عبارة عن طاقة حركية تكتب بشكل الفيزياء الكلاسيكية half mv square تكون الطاقة بالكامل طاقة حركية. أيضا طبعا أنا شكل الموجي اقترحه دي بروي بأن الإلكترونات تتصرف بشكل موجي، لها كتلة عندما تصدر هنا ستعمل على تغيير أو إحداث أثر في هذه الجدار. نستطيع أن نقول أيضا بأن الكي كما نعلم هو عدد العدد الموجي، أيضا شرحته في ميكانيكا الكم، هو عبارة عن 2 M 2 ضرب الكتلة مقسومة على H بار مضروبة بالتي أو بالطاقة الحركية. بناء عليه لاحظ هنا، لو عوضت أنا هذا الكلام هنا وعوضت هذا الكلام هنا، سنحاول أن نرى ما الذي يحدث. تستطيع أن تعوض عزيزي المتعلم، من M على H بار نص من V تربيع. أنا نسيت أضع هنا H بار تربيع طبعا، 2 مع 2 M مع M يصبح عندي MV سكويرد. إذن الك والكي واحد تساوي ام تربيع في تربيع على اتش بار تربيع. لو بسطناها اعمق ام في على اتش بار نحل الى السرعة، الفي تساوي كي اتش بار على ام، هي هذه الصورة طبعا M واحد أو K واحد أفضل. هكذا نصير هي سرعة الإلكترون. الإلكترون في القسم واحد. يقول السؤال، يرتطم إلكترون
بجدار صندوق طاقة كما هو واضح. سرعته 1 × 10^5 متر في الثانية. احسب عمق الاختراق penetration depth في هنا. إذا كانت الطاقة أكبر من مرتين في المستوى، يعني هنا نحسب الطاقة هنا ثم نجد هنا الطاقة، يعني في الداخل هنا الطاقة ستكون أكبر مستويين من الطاقة الموجودة هنا. إذا لابد لنا أن ننسق خطوات حل السؤال. نقول بداية لا وجود لبوتنشال بارير داخل الصندوق أو هنا في المنطقة 1. نهبط هنا، لا وجود لبوتنشال بارير، لا وجود. إذا الفي تساوي الصفر وعليها الطاقة بالكامل، هي عبارة عن طاقة حركية موس ام في تربيع. نقول الآن أن تي نحسبها نص 9.11 × 10^31 كيلوغرام مضروبة في 1 أو 10^5 لا داعي متر في الثانية، سيعطيني الجواب 4.56 × 10^21 جول. إذا هذه هي الطاقة في المستترات التربيع، هنا وضعته. إذا هذه هي الطاقة. نحن نريد أن نحسب أين؟ نريد أن نحسب الداخل هنا في المنطقة هنا. لابد أن أراعي هذا الكلام. هو قال يوجد عندي ارتداد، إذا نقول أن K2D هو الآن K2D يساوي 1. يوجد عندي ارتداد لأنه ستغير شكله تماما. وقال لي بأن مستوى الطاقة أكبر من مرتين، إذا نقول أن العدد K الجذر التربيعي 2m 2e ضعف ناقص e، الكل مقسوم على ال h بار تربيع. هذان المعلومتان مهمتان في هذا الإطار، k2d يساوي 1 و k لأنها مستويان 2e ناقص e. طبعا نستطيع أن نستعيض عنها b وحده في هذا الإطار. إذا هاي الكي 2 إذا نستطيع أن نجلبها إلى هنا فتصبح عندي اثنين ام اي على اتش بار تربيع مضروبة في دي تساوي 1. عملية حسابية بسيطة، ضرب تبادلي دي تساوي اتش بار تربيع تحت الجذر يصبح الاتش بار لوحده في الأسفل، الجذر التربيعي 2 ام في. أعوض الآن، أشرف التعويض. أعتذر، وعند التعويض بدقة في هذا الموضوع يعطيك أن الجواب 1.15 × 10^9 متر، 1.15 نانومتر عمق الاختراق داخل الفلس، سواء كان أو داخل شبه الموصل عفوا في هذا الإطار، سواء كان جرمانيوم كان سيليكون، فهذا عمق الاختراق الموجود في داخله. من المهم جدا هنا يعني لاحظ نستطيع أن نتحكم في عمق الاختراق من خلال تحكمنا في سرعة الإلكترون. سرعة الإلكترون مهمة جدا في هذا، سرعة الإلكترون مهمة جدا في هذا الإطار. مهم جدا معرفة سرعة الإلكترون
لنتحكم في عمق الاختراق، إلى جانب معرفتنا في شروط المادة أو صفاتها قبل الشروع في العمل عليها. في الختام إن شاء الله في فيديوهات لاحقة سأشرح أيضا مسائل أعمق في هذا الإطار. هذا بداية، أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل عيبا من الشير واللايك والاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.